السلام عليكم، انا مقاول، الاسم ديالي مصطفى البوعيسي من مدينه الصويره. الحمد لله احنا في دوله المؤسسات ودوله الحق والقانون تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي كيعدل بيناتنا كمواطنين بالحق والقانون. الموضوع ديالي اليوم، بعدا كنشكر المنابر، جميع المنابر، وكنشكر منبر اشواق. واليوم انا كنقول يعني الشيء، الموضوع ديال الشكاء ديالي اليوم هو موضوع شكايه بحث السيد انه تعرضت انا ضحيه نصب واحتيال. وهذا السيد هذا يعني كيعطي القروض بالفوائد غير معتمد، وكيحتال هذه الصفه غير قانون. واليوم انا كنتلقى راسي بان رزقي مشى ليا، وهذا السيد كان كيمارس عليا بزاف ديال الابتزازات وبزاف ديال انا بالنسبه للعلاقه اللي بيني وبينه اللي كنهضر عليها في موضوع الشكايه ديالي، ان السيد عطاني قرض وسلفني قرض ديال 200 مليون مقابل 320 مليون، وطلب مني ديال الشركه، وطلب مني باش نعطيه واحد الاعتراف بدين. عطيته ليه، حررته ليه في اسم الشركه، وقال لي نصبر عليك في الاجال، وعطاني بزاف الوعود وبزاف ديال الامور ديال الائتمان، وعطيت لي الشيكات على سبيل الضمان، على سبيل الضمان، وخداهم عندي وخلاهم عنده، ودرت ليه، حررت ليه اعتراف بدين. من بعد كنت تفاجئ انه هذاك الاعتراف بدين كيحجز به، والشيكات انه كيهددني بهم بالحبس وانه يدفعهم ليا. وهاد السيد دازو بزاف ديال الامور اللي هو تمارسوا عليا، والابتزازات وبزاف ديال الامور اللي يعني مص منهم الرزق ديالي، وكيدي لي كل ما بعد شي حاجه ولا شي شقه ولا شي حاجه يعني كيستنزف مني. من الوقت فاش جيت كنسول المحامي ديالي وكنعطيه سميتو عليه، كيقول لي اودي راه بالنسبه للمركز القانوني انك راك ضحيه نصب وابتزاز، وان المركز القانوني راه كيسمح لك انك تقدم شكايه في الموضوع ضد المشتكى به. بالفعل داك الشيء باش قمنا، هذا السيد هذا كيدعي من بعد فاش قمنا بالشكايه وقمنا بكل شيء، تيقول اودي انه مشارك معايا مشاركه فعليه، مشاركه باللسان. السيد ما كيتشارك معايا في حتى شي حاجه. انا كل الاعمال ديالي والبقع اللي شريت كلهم في اسم الشركه ديالي، والكابيتال ديالي مسجل، كل شيء اموري مضبوطه. السلعه كلها اللي كنشري من المسمار حتى السيما حتى لجميع الاطوار ديال العمارات اللي تبناو، كلهم بشركات، بشيكات الشركه باش تخلصوا بفواتير وتندلي بهم. لا ما عنديش، لا عندي فاكتورات ديالي، وكندلي بهم لدار الضريبه وكل شيء. يعني هذا السيد ما عندي معاه حتى شي شراكه، هو كيبي يعني يختفي في العمل البنكي وكي تخبى بالاوساط ديال 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 الممتلكات ديالي، انني شركت مع هذه وشركت مع هذه، ولكن شارك معايا بدون عقد، بدون اي حاجه. كل شيء العقود دازوا في سميتي، تخلصوا بالشركه بكل شيء، بالشيكات ديالها. السيد تيقول انه مشارك معايا، درنا احنا مشارك معايا باش هاد العمال كلهم عندي اشهادات ديالهم بان هاد السيد ما عمرهم شافوه، وكيشهدوا بهذا الشيء، وان هاد السيد كاين عندنا بزاف ديال الحقائق، لان ما بغيناش نعطوا السريه ديال التحقيق حتى ندوزوا في التحقيق، لانه كاينين بزاف ديال الامور والدلائل اللي عندنا، ودلينا بتسجيلات صوتيه على هذا الشيء، ودلينا بزاف الامور. وكنتفاجئ واحد النهار ملي درت الشكايه بان السيد بعد اسبوع دفع لي شيكات، ثلاثه الشيكات، وباقيين عنده ثلاثه اخرين اللي هما فيهم نفس قيمه شي عقود، يعني اللي كيتسنى حتى يضمنهم ويكتبهم في الاسم ديالو عاد هادي يعني يبينهم. ديك اللي سلمتيهم انا اللي سلمتهم ليه، فوالا. هاد الشيكات هادو بقاو عنده على اساس قال لك باش انه يضمن بهم حق الملكيه حتى يحرر الممتلكات، وعندنا تسجيل على هاد الشيء، وكيعترف بهم بانهم شادوهم على سبيل الضمان. وهذا السيد كل شيء دلينا به نكر الصوت ديالو، كنا حنا ثلاثه الاطراف، الطرف الاول هو نكر، الطرف الثاني شهد اللي هو في المكتب الموثق شاد، وكاين الطرف الثالث هو انا اللي يعني كنشهد بان هذا الصوت، وهذا الصوت ديالنا كاملين. الغريب في الامر انه هو نكر هذا الصوت، قال لك ماشي ديالو، وقروه على اساس باش انه يقول شي بعض الامور اللي هي تخرجوا من هذا المشكل. وحنا باقي كنحاربوا في هذا المشكل. انا وليت تعتقلت 10 ايام في السجن المحلي بالصويره احتياطي، حتى خلص عليا الاخ ديالي وحط سميتو عليه الامور والمحامي ديالي، وفي الضوء هذاك الشيء اللي خرجت. يعني انا تمارس عليا بزاف ديال الامور، ظلم، تظلمت انا. السيد هذا ظلمني، يعني ظلمني في حقي، ظلمني في بزاف الامور، ودا لي 850 مليون اللي استنزف فيا وممتلكاتي، وكان لو ما مشيتش للمخزن يعني حتى تضريت، ما خليت كيف استرت هذا الشيء، ما خليت كيفاش عندي ليه. يعني انا اليوم امام الواقع، هذا الشيء اللي وقع، اللي مشى راه مشى،
واللي وقع وقع هذا السيد كان يستنزف يدير ليا ممتلكاتي كاملين. الحمد لله بعدا اللي ان عدقنا اللي كاين معدق، وهذا الشيء غادي يتبعوا المسطره القانونيه وانطلقوا جميع الابواب حتى نشوفوا الامور فين غادي تمشي ان شاء الله. كيدير لي الحز كي دابا داك الاعتراف داين اللي حررت ليه كيدير به حز وكيعرقل لي المشروع الشركه، وكيحاول انه يخبر شي زبون ولا شي حاجه باش ان انا يجي يضغط عليا باني شاري عندك، عندك الحز عندك هادي، باش انني ندير معاه اي حل اللي بغاه هو. وانه كيستبز مني ب 60 مليون 140 مليون 120 مليون، وملي ولف هاد الفلوس هكا السيد طغى عليا وكيدعي النفوذ كيدعي بزاف ديال الامور. انا كنت غافل بزاف من جهه القانون، ولكن الوقت الحمد لله فاش جيت عند المحامي ديالي رشدني وراني بزاف ديال الامور. اليوم احنا كنلتمسوا من الجهات باش انهم ومن العداله الحمد لله اللي كنثقوا فيها وما كنشككوش فيها، وكنقولوا كنلتمسوا الحقوق ديالنا اللي باقا جاريه في التحقيق باش اننا يطردينا الاعتبار ديالنا، وبزاف ديال الاموال تنزفت منا، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وان شاء الله هذه يكون الخير. مرحبا بموقع اش واقع تي في والدور تاعو الهادف في تنميه المجتمع والرقي بالافكار تاع الشباب والمواطنين المغاربه. ولا يخفى على الجميع الدور تاع اللي تلعبوا الصحفي الحر الهادف. هذا الملف هذا اللي سرق اهتمام واحد المجموعه من الحقوقيين وبعض المنعشين العقاريين وخاصه بمدينه الصويره، يختصر في ان الموكلين المسمى مصطفى البوعيسي كان ربط بيا الاتصال والتحق بيا المكتب نتاعي وعرض عليا الاشكال ديالو، المشكل اللي كان تعيشه كمستثمر شاب مقاول في البدايه تاع المشوار المهني نتاعو، انه خلال الجائحه كان محتاج لواحد المبلغ مالي، وتعرف على واحد الشخص في ظروف معينه ومكنه من هذا المبلغ، وهو مبلغ مهم تجاوز 100 مليون تقريبا، ولكن كان شرط تاع الطرف الاخر انه بغى واحد المبلغ تاع 35 مليون فائده. تكررت العمليه، ارتفعت نسبه الفائده الى 60%. خضع لها شيكات على سبيل الضمان حسب ما كاين في الوثائق اللي عندي، وخدا اشهادات اللي كتحفظ ليه حقه كي تيقول موكلي باش يضمن المبالغ ديالو. ولات عنده شيكات على سبيل الضمان واعترافات بدين، خدا هاد الاعترافات بدين وحز ليه العقار ديالو، هو يكبل ليه الخطوات العمليه نتاعو، ما بقاش عنده الحق يتصرف في الممتلكات نتاعو، ولا مضطر يخضع ليه وتتسلم منه مبالغ ماليه مهمه جدا تتجاوز مليون ونصف مليون درهم احيانا مقابل رفع الحجز. وتكررت هذه العمليه مرتين، وتكررت العمليه تجعل المشرع يوضع يديه لها وتتبين الاركان تاع جريمه النصب والابتزاز. اكثر من هكا بدات يهددوا بواحد المجموعه من الشيكات اللي هي على سبيل الضمان، واللي مستحيل يثبت العلاقه اللي كتربطوا بها بشكل قانوني، خاصه وان موكلي ممثل شركه. الطرف الاخر يدعي انه حتى هو منعش عقاري وحتى هو عنده شركات، وعجز انه يثبت هذه المعاملات الماليه. اكثر من هكا عندنا عقود بسميت المشتكى به وتم الغاؤها وتحويلها لاسم زوجته او لاسم والده. امام تكرر هذه العمليات موكلي اصبح عاجزا عن تلبيه طلبات المشتكي، مما جعل انه يطرق باب القضاء ويتشكى من هذه الجرائم اللي وقع فيها، واللي كينظمها الفصل 537 الى الفصل 544 من القانون الجنائي، وبما فيهم الشيكات على سبيل الضمان اللي كتعطي ضمانات حقوقيه للمشتكي الى تعرض للشيكات او لجأ للقضاء وثبت ان ماخوذه على سبيل الضمان. الماده 316 كتحميه، اضافه الى ان اخذ فائده وممارسه عمار بنكي فعل مجرم وفقا لمقتضيات الماده 183 من القانون البنكي. اثناء تقديم هذه الشكايه وبسطنا الوقائع امام السيد وكيل الملك، تم اجراء بحث بطريقه او باخرى حاله التلبس ضاعت لنا، وكانت عندنا
أساس نتاعها ضاعت مع تعميق البحث، ولا موكلي هو المتهم بإصدار شيكات لأن المشتكى به تنبه لتواجد الشكاية ومشى صرف واحد ثلاثة شيكات لموضوع شكاية، أي أنها موضوع تعرض، أي أنها أمام أنظر السيد وكيل الملك. هاد الشكايات هاد الشيكات هما اللي تسببوا باعتقال موكلي من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، علما أن موكلي عنده تسجيلات صوتية، عنده محاضر تاع السيد مفوض قضائي التنزيل ديالها، عنده واحد مجموعة القرائن تفيد أنها شيكات على سبيل الضمان، ومع ذلك يعتقل. بالمقابل الطرف الآخر يتمتع بالصراح بمقابل كفالة مالية بسيطة جدا مقارنة مع الأفعال الجرمية اللي موكل ينسبها ليه، مقارنة مع المبالغ المالية اللي تصل بها، مقارنة بحجم المعاملة المالية اللي كاين في هذا الملف. موكلي بعد ما قضى واحد المدة 10 أيام رغم أنه تتوفر جميع الضمانات القانونية، عنده عقارات نازه في هذه الشيكات، بل أنه صرح أنها على سبيل الضمان بمحضر رسمي، ورغم ذلك قضى مدة 10 أيام رانا الاعتقال. هو تيقول أنه ما حسش بواحد الإنصاف، حس بأن العدالة ما خدتش مجراها. ألجأ لكم كصحافة هذا حقه، ما لا, لا, لا يعاب عليه. تيطلب واحد تيطلب الإنصاف نتاع الرأي العام نتاع المؤسسات القانونية، وهذا حق ديالو. الملف باقي أمام قضاء التحقيق، كمحامي ممكن ليش نناقش معكم ما رجع أمام قضاء التحقيق، ممكن ليش نناقش معكم السلطة تاعت الملائمة اللي عند السيد وكيل الملك، أو لا القرار اللي اتخذوا قاضي التحقيق، لأنه الميف باقي أمام قاضي، باقي سرية البحث، وبالتالي هو حق راه مكفول له قانونا. وشكرا على المبادرة تاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.